ودلوقتي هنروح لقطاع المقاولات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإنشاءات والمقاولات بين الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء والنقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات بدولة ليبيا. استهدف البروتوكول اللي تم على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لمنظمات المقاولين تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بليبيا، خاصة المناطق التي تضررت من إعصار درنا، وتكوين شراكات وتحالفات بين شركات البلدين لتنفيذ المشروعات المشتركة. علشان نعرف تفاصيل أكتر هنروح مع حضراتكم ونشوف التقرير اللي جاي. الحقيقة احنا من قبل ما نوقع البروتوكولات واحنا شغالين على تصدير المقاولات المصرية الى افريقيا. يعني النهاردة احنا وقعنا البروتوكول ما بين الاتحاد الليبي والاتحاد المصري، وقعنا البروتوكول علشان نزود فعالية الامور وتبقى واخدة الصفة الرسمية اكتر. احنا طبعا والكلام ده كله تحت مظلة الاتحاد الافريقي. القصة وما فيها ان احنا بدأنا من حوالي سنة، أنا كاتحاد أفريقي لمنظمات مقاولة التشييد سافرت ليبيا 3 مرات في خلال 5 أشهر اللي فاتوا. ليبيا الشغل هناك عبارة عن متوفر في عدد من الأجهزة الحكومية، إنجاز التنفيذ المشروعات اللي نقل المواصلات، وده اللي عنده شغل الكباري والطرق والمطارات والمواني والسكة الحديد. فاحنا لينا كم شغل فيه كتير، لان احنا عندنا شركات متميزه في الطرق والكباري، وطبعا شايفين الكباري اللي بتخلص الشهرين دي وعاجبهم هم الكلام ده، فطبعا في اقبال على شركتنا كبير فيها. جاز مشروعات الاسكان والمرافق، وده بينفذ المشروعات الاسكان ومشروعات الماء والصرف، زائد مشروعات الطرق اللي هي داخل طرابلس. فطبعا ليبيا داخلة في التغيرات المناخية اللي بتخلي المطر فيها قليل الكلام ده، فالناس عاوزين يقتدوا بينا في معالجة مية الصرف الصحي وتستخدم في الزراعة وغيره. فطبعا محتاجين كمية شغل كبير جدا، محتاجين خبرات تساعدهم في الكلام ده، وطبعا غير شبكات وغيره وغيره وغيره، زائد ان عندهم برضو مشكلة اسكان هناك. فاحنا الشركات بتاعتنا الحمد لله في المياه والصرف يعني ليها باع كبير، والاسكان يعني احنا شغالين في مشاريع الاسكان كلها هنا في مصر، الناس بتيجي بناخدهم بيزوروا المشاريع دي بيعرفوا امكانيات شركاتنا ايه. يعني هو الجمعيه النهارده شهدت حضور كثيف من الدول الافريقيه، والعدد بتاع الاتحاد الحمد لله بيتزايد. وطبعا احنا بنناقش ما تم في عام مضى، وبنناقش ما هو المستقبل بتاع الاتحاد، والكل حريص على ان الاتحاد ده ينجح، لان افريقيا دولة غنية بمواردها، وطبقا لل يعني معظم التقارير الدولية احنا ما بنستفدش من القارة دي الاستفادة اللي يجب ان احنا نستفيد بيها، بدليل انه كان في عرض النهارده بيقول في الجمعيه ان 70% من التمويل الدولي بيروح لدول خارج افريقيا، ومش لدول اقصد لشركات خارج افريقيا، والشركات الافريقيه بتاخد اقل من 30%. فمعنى كده ده دليل ان احنا لازم نبذل جهد كبير قوي عشان نقدر ناخد حجم العمل المناسب للشركات. الاتحاد المصري هو بيضم في داخله الاتحاد الافريقي وبيضم الاتحاد العربي، والاتحادات دي ضرورية جدا انها تتعاون مع بعضيها عشان نقدر نغطي المساحات بتاعت الدول، ونقدر ان احنا نحقق التارجت اللي احنا عايزينه ان احنا يبقى في حجم عمل للشركات. فوجود الاتحاد الافريقي مهم لانه بيتناول قاره افريقيا، الاتحاد العربي مهم جدا لانه بيغطي الشرق الاوسط تقريبا، الاتحاد الدول الاسلاميه
برضو أضيف للاتحادات اللي احنا عملنا معاها بروتوكولات. احنا وقعنا بروتوكول مع الاتحاد التركي لأنهم برضو منتشرين، وقعنا بروتوكول مع الاتحاد العراقي في السعودية الأيام اللي فاتت. النهاردة بنوقع بروتوكول مع الاتحاد الليبي عشان يبقى في عندنا مغطيين تقريبا المنطقة العربية والإقليمية، وهذه البروتوكولات احنا بنتعشم ان احنا نحقق بيها نجاحات، لان البروتوكولات بعد كده بتبقى بتفعيلها اللي انا بثق في ان احنا اللي مضينا معاهم جادين ان احنا نتعاون مع بعض. احنا الان وقعنا بروتوكول واتفاقية ما بين النقابة العامة وما بين النقابة العامة الليبية وما بين اتحاد المقاولين المصري للبناء والتشييد. سوف يقوم الطرفان برعاية مصالح هذه الشركات وتقديم الرعاية لها وحمايتها ومراقبتها ومتابعتها والدفاع عنها. بس يعني لابد أن تكون لهذه الشركات المتواجدة على الساحة الليبية من شركات مصرية أو شركات ليبية في المستقبل يعني المتواجدة على الساحة المصرية، وهذا في الوقت الراهن أعتقد أنه هو سابق لأوانه. ولكن وفق الاتفاقية يقوم الطرفان برعاية مصالح المنتسبين بتاعهم من هذه الشركات. هذا الجانب في جهات حكومية مسؤولة عنها، الحكومة هي اللي مسؤول على هالبرامج هذه. وأعتقد أن الإعمار الحقيقي يبدأ بعد الاستقرار السياسي، بعد تكون حكومة موحدة، بعد انتخابات، بعد إن شاء الله حيكون فيه خطط إعمار و بنية تحتية والتوقيع على مشاريع، وحتكون مشاريع ضخمة، وحيكون الشركات المصرية لها نصيب الأسد إن شاء الله.